في عرض سابق قمنا بالفعل بتوضيح أنه إذا كان لدينا بعض الدوائر الموجودة هنا، وإذا كان OD نصف القطر وهو نصف قطر ينصف الوتر AC وينصف، معناها أنه يقسمه إلى قسمان AB يساوي BC. لقد أثبتنا في عرض سابق أن OD عمودي على AC. لقد قمنا بإثبات أنه يمكننا أن نفترض أنه متعامد، وربما عليكم مشاهدة عرض تعامد نصف القطر على الوتر، وأرجو أن تجدوا فيه إثبات ذلك. ما أريد القيام به في هذا العرض هو الانتقال إلى الوجهة الأخرى. إذا كنا نعلم أن OD عبارة عن نصف قطر عمودي على الوتر AC، وما أريد فعله هو أن أثبت أنه ينصفه. نحن في هذا العرض لا نفترض أنه ينصفه، نحن فقط نفترض أنه عمودي. إذا سنتجه إلى الوجهة الأخرى، وهنا قد بدأنا مع حقيقة أنه نصفه وأعلنت أنهما متعامدان كما كان هذا في عرض سابق، والآن سنبدأ بافتراض أنهما متعامدان ومن ثم نثبت أنهما ينتصفان. وكما فعلنا في إثبات سابق سنضع بعض المثلثات هنا، بما أننا نعرف بضع معلومات عن المثلثات، وسنضع المثلثات من خلال رسم نصف قطران آخران، نصف القطر OC ونصف القطر OA. وهذا الأمر مفيد لنا لأننا نعلم أنهما أنصاف أقطار الدائرة نفسها، إذن لديهما نفس الطول، حيث أن نصف القطر لا يتغير في الدائرة، وربما أنك ترى بالفعل مكانه لأنه المثلث O. ودعوني أسمي هذه النقطة، سأسميها M لأننا نتمنى أن تكون نقطة نهايتها. المثلث AMO مثلث قائم الزاوية، هذا هو وتره. AO هو الوتر. المثلث OMC هو مثلث قائم الزاوية وهذا وتره. وقد وضحنا بالفعل أن للأوتار نفس الطول، وكل من هذه المثلثات القائمة تتشارك في الضلع OM. إذن بكل وضوح فإن OM له نفس الطول في جميع الحالات. وفي عرض سابق، وليس العرض الذي وضحت فيه هذا، في عرض سابق وأعتقد أنه عرض توضيح أكثر حول سبب SSL أنها ليست مسلمة. في ذلك الفيديو قلنا أن تطابق ضلعين وزاوية SSL ليست فرضية تطابق، إنها ليست نظرية تطابق، لكننا أعلنا في العرض أن RSH فرضية تطابق، و RSH مفادها أنه إذا كان لدينا مثلث قائم، إذا كان لدينا مثلث قائم ولدينا واحد من الأضلاع مطابقا والوتر مطابق، إذا لدينا مثلثان متطابقان. وإذا نظرتم إلى هذا هنا، لدينا مثلثان قائم الزاوية، AMO مثلث قائم الزاوية، CMO قائم الزاوية، لديهما ساق واحدة مطابقة MO، ثم كل من وتريهما مطابقان لبعضهما. إذا من خلال RSH سنعلم أن المثلث المثلث AMO مطابقان للمثلث CMO. من خلال RSH أو من خلال فرضية RSH، من خلال فرضية RSH، ونحن نعلم أنه إذا كان متطابقان فستكون أضلاعهما المتطابقة متساوية، واعتمادا على ذلك سنعلم أن AM ضلع مطابق لـ MC، ضلع مطابق لـ MC. نحن نعلم أن AM يجب أن يكون مساويا لـ MC لأنهما أضلاع متطابقة، وهذا يوضح أن هذان متساويان، وبما أنهما كذلك بالتالي سنعرف أن OD ينصف AC، وبهذا أكون قد وضحت ما يمكن فعله. وطريقة أخرى مباشرة غير RSH يمكن بها إثبات ذلك هي نظرية فيثاغورس. نحن بالفعل نعلم من نصف القطران هذان أنني قد وضحت أن OA
وطريقة أخرى لإثباته، نحن نعلم أن OA يساوي OC، OA يساوي OC، ونعلم أيضا أن OM مساوية لنفسه، OM يساوي OM، ونعلم أيضا من نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس، أن AM تربيع زائد OM، AM تربيع زائد OM، OM تربيع يساوي OA، يساوي OA تربيع، مجموع مربعات أطوال الضلعين القصيرين يساوي مربع طول الوتر. نحن نعلم أن المثلث الأيسر AMO، وبإمكاننا إقامة نفس العلاقة للمثلث CMO. نحن نعلم أنه في المثلث CMO يكون CM تربيع زائد OM، OM تربيع زائد OM تربيع يساوي OC، OC تربيع. الآن نحن نعلم العديد من الأشياء، نعلم أن OA يساوي OC. على سبيل المثال لدينا هنا OA يمكن أن نستبدله ب OC، إذا نستبدله هنا، ثم يمكنك بالفعل رؤية موقعه. يمكنك أن ترى أن AM و CM متساويان، وبشكل رسمي يمكنك أن تطرح OM تربيع من طرفي المعادلة وستحصل على AM تربيع يساوي OC تربيع. قمت باستبدال هذا ب OC تربيع ناقص OM تربيع، وهذا على الجانب الأيسر. ثم من الجانب الأيمن إذا طرحنا OM تربيع من كلا الطرفين نحصل على CM تربيع يساوي OC تربيع ناقص OM تربيع. ثم يمكننا أخذ الجذر الأساسي لكلا الطرفين لأننا نهتم بالجذر الموجب، لا نريد أن يكون لدينا مسافات سالبة. إذا أخذت الجذر الأساسي لكلا الطرفين سنحصل على AM يساوي الجذر الأساسي، ونحصل أيضا على CM يساوي الجذر الأساسي لذلك. حسنا، هذان المقداران متساويان، إذا AM يجب أن يساوي CM، AM يجب أن يساوي CM، وكلاهما يساويان هذا المقدار. AM يساوي CM، ربما أنه عبارة عن منصف، وهذا منطقي إذا كنا نعلم أن هذان الضلعان من مثلثان قائمان مختلفان سيكونان متطابقان، فسيكون دائما بإمكانك استخدام نظرية فيثاغورس للحصول على الضلع الثالث، والضلع الثالث يقيد بشكل مميز بأطوال هذان الضلعان لأنه مثلث قائم الزاوية، وهذه هي كل الطرق للحصول على نفس الشيء. لكن يمكننا الآن أن نشعر شعورا طيبا تجاه حقيقة أنه إذا كان OD عموديا هنا فبلا شك سينصف هذا الوتر.